انا حنكو عبد الرحمن السنجاري هواري. ولا قال ان عنده ابن عم اسمه حككو. بين افلام حققت نجاحا مرضيا واخرى خيبت امال الجمهور والنقاد معا، مر موسم الاعياد للسينما المصريه هذا العام. كسبك دلوقتي عندك فيلا. عندي 5 ولاد وامهم وقع عليهم سقف البيت ماتوا غرقانين. فكرتيني بالمصيف. ابرز الخاسرين فيه بحسب شباك التذاكر كان الفنان محمد سعد الذي خيب امال متابعيه بحسب النقاد في فيلمه الاخير تحت الطرابيزه الذي وقع في فخ تكراره لشخصيات اداها في اعمال سابقه. بيتكلم مع القرد والقرد كان بيفهم. بس دي عمرها ما كانت خدعه، دي مصيبه بنحضر لها من زمان. اما الفنانان عمرو واكد واحمد الفيشاوي فقد واجها انتقادات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد عرض الإعلان الدعائي لفيلمهما القرد بيتكلم المقتبس عن الفيلم الأمريكي Now You See Me. الانتقادات اعتبرت أن الفيلم لم يرقى بأي حال من الأحوال للنسخة الأمريكية، وهو ما دفع المنتجين لتأجيل عرضه. صابر علي الضماني الشهير بصبر جوجل، نصاب محترف. أما أبرز الرابحين في هذا الموسم فكان الفنان محمد رجب الذي خالف التوقعات بفيلمه صابر جوجل، حيث حقق إيرادات جيدة بعد عرضه مؤخرا في دور العرض السينمائية. أنت مين؟ أنت اللي مين؟ هاني. أماني. ودول؟ دول أنا ما أعرفهمش. إيه؟ وعد النجم أحمد حلمي للمنافسة بقوة بفيلمه لف ودوران الذي شاركته بطولته الفنانة دنيا سمير غانم، وحقق الفيلم إيرادات جيدة مقارنة بفيلمه السابق صنع في مصر الذي لم يحقق التوقعات المرجوة منه وقت عرضه. ماشد الفاسي، العربية. مالهم بنات بلدك يعني؟ بنات بلدي بيعملوا مؤامرات في الحمام.